وللوقوف أكثر على تداعيات محاولة اغتيال الكاظمي ونتائج لجنة التحقيق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور مرحبا بك معنا. أهلا مرحبتين، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. حياك الله. دكتور، بالأمس مقتضى الصدر يلمح بأنه يعرف الفاعل في محاولة اغتيال الكاظمي، واليوم لجنة التحقيق تؤكد عدم توجيه التهمة لأحد. كيف تقرؤون تبعات نتائج لجنة التحقيق في ظل هذا التنازع بين الميليشيات؟ بدءا التناقضات والتصريح والتصريح المضاد، تصعيد أحيانا وانخفاض في الحدة أحيانا، هي جزء من لعبة بين المجموعة التي تتسيد العملية السياسية. كان قبلها قال الكاظمي أنا أعرف الجهات التي استهدفتني، والآن يقول الصدر وتأتي الأمور بنتائج تحقيقية، هي مهزلة مضافة إلى المهازل التي بدأت تزكم أنوف الوطنيين. حقيقة هذا يدل على أن هناك صراع كبير، هناك إرادة أخرى أقوى من إرادة الدولة، وهناك مساومات تحت الطاولة بين الجهات المعنية في العملية السياسية. وأنا أعتقد جازما أن الكاظمي فيه من الضعف بما كان أن لا يقوى على أن يواجه حقائق ما يعرفه على كل تقدير، وأن لا تصل التحقيقات إلى ما وصلت إليه من تصريحات معيبة لن تكون مهنية بالمرة بل سياسية. إذا نحن أمام تسويات، مساومات، استهدافات مبطنة بين الجهات المعنية. لماذا من ناحية أخرى يهتم الصدر بمحاولة اغتيال الكاظمي؟ ثمت أسباب كثرة، منها أنه يقال أن هناك توافق معين ما بين كاظمي وبين الصدر، ناحية أخرى الأصابع تذهب باتجاه أن الفصائل المسلحة التي تحمل طابع الولاء إلى إيران هي التي يقال أنها وراء هذه العملية، وهذه المجاميع تتقاطع مع الصدر. إذن أتوقع أن الصدر كان في نيته أو كان يتمنى على الكاظمي أن يأخذ مدى أوسع في عملية المتابعة لهؤلاء لكي يقوض إمكانية قدراتهم العسكرية والمادية، فجاءت النتائج بما لا يتوافق مع الصدر. لذلك اعتقد الصدر أنه عندما أعلن أنه يعرف، أي أنه يمتلك طريقة معينة للتعامل مع الذين قاموا بعملية استهداف كاظمي. نعم، تصريحات قاسم الأرجي دكتور التي يعني اتهم فيها أو شكك فيها بمكافحة المتفجرات بأنها قامت بطمس الأدلة ولإخفاء الفاعل الحقيقي في هذه المحاولة المزعومة، كيف يمكن تفسيرها؟ حقيقة أضحوكة وليس تصريح، يعني لماذا؟ لأن الموضوع أساسا هو في قمة هرم الدولة. نعم. وبالتأكيد هكذا حالة دائما تكون الجهات الأمنية المعنية جميعا تشكل فريق عمل حتى تتكامل الرؤية والتوضيحات والمتابعات، فالجهة الاستخبارية عسكرية، الجهة الأمنية تتابع الشخوص، الجهة المخابراتية تذهب إلى ما خارج الحدود لكي تتبلور رؤية واحدة كاملة. أما الآن مسؤول أمن وطني يقول جزء من الخلل قامت به جهات معينة فنية، هذا أيضا ضحك على الذقون مرة أخرى وجهل في العملية التحقيقية في مثل هذه الحالة. إذن أنا أرى أنه يدري جيدا أن الذي حصل هو إساءة مقصودة مهنية، ولكن كشف ذلك يعطي وكأنه حريص على أن تصل النتائج إلى حالة إيجابية. أسأل هنا، طيب لماذا لا تسأل هذه اللجنة عندما قامت الآن بعمل غير مهني، أفقدت التحقيق أهم دالة يمكن يعتمد عليه؟ إذن عملية توثيقية ما بين القوى المعنية. لكن من صاحب المصلحة في طمس هذه الأدلة دكتور؟ بالتأكيد الجهات المتنفذة التي لها صفوة قوية على الشارع العراقي، نعم، وهي ذات العلاقة في عملية الاستهداف، هي التي قامت بإطلاق هكذا درونات، وبالتالي هذه لها صفوة كبيرة بشكل أو بآخر تجعل الجميع أما يخشاها
أو هو أساساً تابع لها راضخ لها، وبالتالي هذا وهي يؤكد أقوى على من أن سطوة وقوة الحكومة. بالتأكيد لا شك في ذلك، ولنا في ذلك أكثر من دليل كمتابعين، نحن نتحدث عن حالات واقعية عندما يداس على صورة الكاظمي في شوارع بغداد باستعراض عسكري، وعندما يدخل فصيل من الفصائل داخل قصر في داخل منطقة الغبراء، ويخرج أحد المطلوبين من بيت رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يلجأ إلى السفارة الأمريكية، ماذا بعد بقي لدى الدولة من هيبة، وماذا بقى من دالة على قدرة القوة الأخرى غير الحكومية الدولة العميقة التي تؤكد أنها متسلطة مهيمنة على شأن الدولة العراقية؟ إذا نحن أمام هذه الحالة التي هي فريدة من نوعها في العالم حقيقة. نعم، هل محاولة تدخل إيران في التحقيقات كان لكشف الفاعل كما صرحت أم كان لها هدف آخر؟ أكيد هدف آخر، إيران تعرف جيدا من قام بالعملية ومتى قام وكيف أنتجت العملية برمتها، وهو أيضا جانب إيراني حريص جدا على سلامة هذه المجاميع التابعة له، وبالتالي لن يسمح بأن تفضي النتائج إلى نتائج إيجابية، وإلا بالله عليك كيف يمكن أن يتم استهداف في قارات المسيرة في داخل العراق وهناك أجهزة أمنية في شوارع دون العد الطبيعي لها، وهناك أجهزة رصد ومراقبة كلها لا يمكن أن تصل نتيجة، ثم يتم تدمير أحد الأدلة الأساسية، على الأقل يعرفون هذا المادة صنعت أين، من صنع، إذا قد صعب عليهم رفع البصمات، قد يكون الجاني ارتدى قفازات ولكن هذه المادة أين صنعت يمكن يسدل عليها. إذا هناك إرادة إيرانية، قوة داخلية داخل العراقية تفض رأيها على التحقيق. دكتور، بحسب موقع ميدل إيست آي فإن المتهم في عملية الاغتيال هم ميليشيا سيد الشهداء، فإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يقوم الكاظمي بخطوة باتجاه الملاحقة أو المحاسبة لهؤلاء؟ أنا أعتقد الملاحقة ستكون ليس من الكاظمي مباشرة، أعتقد ستكون أخي ملاحقة لاحقا، ولكن بإرادة دولية لا إرادة كاظمي. نعم، والكاظمي وقوات عراقية قد تكون جزء من جهد دولي بهذا الاتجاه، سيما وأن هناك مؤتمر أمريكا دعت إليه إلى حماية الديمقراطية العراقية، وأنها أعطت مواقف واضحة حيال الذين يشككون في العملية الانتخابية وترى في ذلك تجاوز على الديمقراطية، ثم أن جانب أمريكي هو أيضا بدوره له لجنة تحقيقية في موضوع استهداف الكاظمي، وإن جاء ضمن متابعة أسباب عدم كشفها من قبل المضادات الأمريكية للسفارة، ولكن نتيجة هذا التحقيق الأمريكي سيعرض أمام مجلس الأمن، وبالتالي أعتقد أنه سيكون ورقة أساسية ضاغطة باتجاه دار شيء معين لجهد دولي في العراق. نعم، ضد الفصائل تكون كاظمي والقوى العراقية جزء من هذه الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور قحطاني الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.